لتفاصيل أكتر بينضم لينا عبر الهاتف الدكتورة مروة زين، الخبيرة الوطنية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومدرس الفنون بالجامعة البريطانية في مصر. برحب بك معنا دكتورة مروة، وبداية لو تكلمينا عن تدريب السيدات في جزيرة الشندويلي في سوهاج على هذه الحرفة، حرفة التلي، أحد مكونات التراث الثقافي المهم في الهوية المصرية. تفضلي. اهلا بحضرتك. هو بالنسبه لمشروع حرفه التلي في جزيره سوهاج اللي تم مع بتعاون مع المجلس القومي للمراه والمنظمه العالميه للملكيه الفكريه، تم تصميم برنامج تدريبي كان في بدايه الامر بتركز، بما اني يعني كنت انا متخصصه في حقوق الملكيه الفكريه بصفتي دكتوره قانون، لكن لما نزلنا جزيره شندويل في اول زياره تفقديه مع الخبير الليدنج اكسبرت دكتور ياسين الشاذلي، وجدنا ان السيدات في حاجه مش بس لتدريب بخصوص الملكيه الفكريه او ان هم يعرفوا مفهوم العلامه الجماعيه او العلامه التجاريه، لا، وجدناهم في احتياج لمفهوم لدراسه او التدريب على اداره الاعمال بشكل عام، الجوانب القانونيه من ان هم يدخلوا في الوضع القانوني الرسمي، يعملوا توفيق او ضاعه بالنسبه للمنشات، لو فيهم عنده منشاه فرديه او اللي ما عندوش اي اوراق تثبت ان هو بيشتغل يعني لضمه للاقتصاد الرسمي. وبناء على ذلك تم بقى انه اعاده البرنامج تاني ليتضمن جميع الجوانب المتعلقه اما باداره الاعمال او حتى بالمهارات الشخصيه ومهارات التواصل، او كمان الجزء الخاص بالفنون والتصميم، لانه احنا وجدنا انه السيدات عندهم المهاره ان هم يطرزوا بحرفه التلي، ولكن دايما بيطلع المنتج في شكل شال او بيطلع في شكل اشارت، ما بيطلعش في شكل يعني ازياء تتلبس، وده اللي احنا حاولنا نعمله خلال فتره المشروع. واللي انتهى بعرض ازياء طبعا يوم الخميس اللي فات في حضور طبعا المنظمه العالميه للملكيه الفكريه في مقر المجلس القومي للمرأة. طيب، نقطة تسجيل حقوق الملكية الفكرية دي نقطة مهمة جدا لهذه الحرفة المهمة. مسألة التسجيل كعلامة تجارية أهميتها، وشمعنا حرفة التلي؟ خليني أسأل حضرتك، لأنه الحقيقة احنا عندنا حرف كتير جدا تراثية بتشكل الهوية المصرية زي ما قلت في البداية، فهل دي نعتبرها خطوة بداية لتسجيل بقية الحرف، ولا حرفة التلي بتتميز بحاجة معينة مش موجودة في بقية الحرف؟ أجاوب على حضرتك بخصوص الأول إشمعنى أو ليه العلامة الجماعية، لأنه حقوق الملكية الفكرية دايما بتنقسم إلى قسمين، القسم اللي هو الحقوق الصناعية أو الحقوق الأدبية. الحقوق الصناعيه هنا ما نقدرش ندي حرفه التلي حق براءه الاختراع مثلا او نديله مؤشر جغرافي، لانه المؤشرات الجغرافيه بتبقى ليها علاقه بالطبيعه. يعني مثلا الطبيعه الزراعيه او الارض مثلا في مكان معين بتخلي زراعه البن تطلع بشكل معين. فبعد البحث وجدنا انه اهم، قصدك ان كل محافظه ليها يعني موروث ثقافي معين، المحافظات الصحراوية غير الساحلية غير يعني ده طبعا. فلما نيجي نسجل مؤشر جغرافي بيربط حرفة معينة بمكان معين، لازم تكون في تدخل لعناصر البيئة. حرفة التلي مش كده. حرفة التلي هي حرفة مهارة من بتتوارثها الأجيال في جزيرة شندويل بسوهاج، وبالتالي احنا وجدنا انه أنسب حماية ليها هي الحماية الجماعية للحرفة ككل في شكل علامة جماعية. وطبعا بقى احنا كمان سجلنا علامات فرديه او علامات تجاريه فرديه لكل السيدات العاملين بالحرفه اللي عندهم شكل قانوني يسمح بذلك. فدي ده اجابه سؤال حضرتك الاول. السؤال الثاني، اشمعنى حرفه التلي؟ هو مشروع زي ما بيقولوا كده مشروع تجريبي يقوده المجلس القومي للمراه مع المنظمه العالميه للملكيه الفكريه. فهي كانت التجربه لان السيدات في حرفه التلي زي ما عرضت الدكتوره مايا مرسي في العرض الخاص بتاعها في الحفل للاختتام، انه كان في جهود كبيره جدا على مدار الزمن يعني، واعتقد ان المشروع ده كلل هذه الجهود بتسجيل العلامه الجماعيه. في المستقبل ان شاء الله اعتقد المجلس القومي للمراه عندهم خطه بقى للتوسع في جميع الحرف المتعلقه بالسيدات سواء في صعيد مصر او في سيناء زي ما حضرتك تفضلت وقلت. عظيم جدا. لو سألت حضرتك التدريب أخذ بالتقريب كده وقت قد إيه؟ وتاني حاجة، السيدات السوهاجيات إزاي هيقدروا يستفيدوا من مسألة تسجيل العلامة التجارية لحرفة التلي؟
التدريب احنا بدأنا من شهر 9 لفات الاعداد وخلصنا في شهر 3، فتقريبا على مدار الفترة دي كلها كان في دورات تدريبية متخصصة، بداية من مهارات الاتصال ومهارات القيادة، لان كل واحدة منهم عندها مجموعة من السيدات الاخريات اللي بتديرهم وبتشغلهم، فحبينا انه يكون ده برضو جزء من التدريب. إدارة الاعمال اخذت برضو فترة، الجانب القانوني بتعرفهم بفكرة الملكية الفكرية واهميتها وازاي استغلالها، الجانب الخاص بالتسجيل والفاتورة الإلكترونية وكل الباكج القانونية اللي خليهم بعد ما نسيبهم في المشروع يبقوا عندهم دراية هيكملوا ازاي بعد كده، واخيرا الجزء الخاص بالفن والتصميم زي مضحك اللي انتهى بعرض الازياء. يقدروا يستفيدوا بقى، سؤال حضرتك التاني، يقدروا يستفيدوا من العلامة التجارية ازاي؟ انه اي حد هيبتدي يستخدم شغل التلي ويكون عليه العلامه الجماعيه لازم ما يقدرش يستخدمه او يستغله او يبيعه من غير اذن او ترخيص منهم. يعني هم كانوا بياخدوا كانوا قبل كده ديزاينرز بياخدوا منهم الشال او بياخدوا منهم البرودكت بتاعهم، بس ما كانش بيبقى في اي نوع من انواع الايه ذكر السيدات العاملات في جزيره شنداويل. دلوقتي العلامه الجماعيه هتديهم ثقل وجود فعلي بالعلامه بتاعتهم في اي محفل، في اي ديزاينر هياخد منهم الشغل لازم يذكر اسمهم، وكمان هتعلي قيمه المنتج. يعني بدل ما كان بياخد مثلا باكس من الفلوس، بوجود علامه جماعيه ليها حق الاداره للجمعيه التعاونيه الموجوده في جزيره شنداويل يقدروا يرخصوا العلامه دي، يعني يقدروا يعملوا عقد مع الديزاينر ان هو ياخد الترخيص ويدفع لهم مقابل ده رسوم سنوية أو على حسب ما يتم الاتفاق. يعني احنا بنتكلم عن فايدة معنوية صحيح. طيب أخيرا خليني أسأل حضرتك عن أبرز التحديات اللي بتواجه رائدات أعمال هذه الحرفة في حماية منتجاتهم. هم عندهم كذا تحدي، احنا حاولنا نشتغل على مجموعة من التحديات دي بالنسبة لثقل المهارات والخبرة. اعتقد ان احنا الحمد لله نجحنا وكلمنا المجهود ده بتسجيل العلامة، لكن عندهم تحدي كبير جدا كان طبعا خارج نطاق المشروع وهي توفير المادة الخام. فتوفير المادة الخام هم بيجيبوا الخيوط دي من الهند وبيستوردوها بطرق أو بأخرى، وبما إن هم يعني ما عندهمش الخبرة يعني هذه الخيوط مش متوفرة في مصر أو لا. مش متوفرة بشكل كافي؟ لا مش متوفرة خالص، بالعكس هم بيجيبوها من بره وبيستوردوها. وكان في محاولة من المحاولات إن أحد رواد الأعمال كان جرب ان هو يعمل خيط التلي ده، حيث عارفه بيبقى خيط من الفضه، يصنعه هنا في مصر، بس طبعا احنا ما توصلنا لهوش، ما كانش نطاق المشروع بتاعنا يسمح بذلك، بس هي دي ده واحد من اهم ان شاء الله يعني يسمح بذلك خلال الفتره القادمه بكل تاكيد، علشان تكون صناعه وحرفه متكامله من الالف للياء. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الدكتوره مروه زين، الخبيره الوطنيه بالمنظمه العالميه للملكيه الفكريه ومدرس الفنون بالجامعه البريطانيه في مصر، شكرا جزيلا لحضرتك.